ايه الوسائل او الطرق اللي احنا من خلالها ممكن نحسن الخدمه في المستقبل؟ هو الهدف من النهارده مش نقول حاجات ايجابيه او نوصل اخبار او تغطيه عالميه قد ما انه هو ايه نسمع من حضراتكم على الفهم او الجمهور او تصوره لقطاع المياه بوجه خاص. I know you're all very busy and you probably would be out there chasing stories at the moment, so we try not to keep you too long. I know some of you have other things to go and do, but there is an opportunity during the next hour or so for the media invitees to actually work together in a little group and to come up with topics that you see are the most important things perhaps at the moment, topical issues that you would like us to come back and discuss maybe in January or February. When we can get together again. So before we hand over to Dr. Salah, just to let you know that we are looking for some ideas and some feedback from you as well. طبعا هو عارف حضراتكم جميعا عندكم ارتباطات ومش عايز ياخركم ويطول عليكم. وطبعا هو النهارده بعد ما نتشارك المناقشات بتاعتنا هيبقى في زي working groups من خلالها حضراتكم هتشتغلوا مع بعض بحيث ان احنا نوصل للموضوعات الأكثر تداولاً أو أكثر أهمية وتوصلوها للدينا أو المسؤولين في الشركة القابضة عشان يتم التركيز عليها في المستقبل وطبعاً نوصل لتعزيز وتحسين الخدمة. أجهزة الدولة في إدارة شؤون المواطنين كلنا بنخدم على المواطن في الآخر وبأتمنى إن احنا النهاردة نعمل بداية حقيقية وباك جراوند فعلية عند حضراتكم في قطاع حيوي وحساس من قطاعات الدولة. قطاع المياه والصرف الصحي من القطاعات الهامة جدا اللي مفيش بيت ومفيش مواطن ومفيش كائن حي ومفيش حياة من غير هذا المنتج اللي هو المياه والصرف الصحي. مرة أخرى أنا بأطمح وبأتمنى إن أنا أشوف اليوم اللي الإعلام فعلا دوره الحقيقي اللي بنقراه دايما وبنسمعه في المؤتمرات وفي وثيقه الشرف الاعلامي الى اخره، دوره التنويري الاناره وليست الاثاره، دوره المتسع العريض المساهم بشكل فاعل في بناء الاجيال وصياغه الراي العام وجزء من ضمير المجتمع نشوفه عمليا على الارض. وانا شايف ما شاء الله الجيل اللي موجود كله جيل يعني واعد جدا ويبشر بان هذه الاهداف الحقيقيه هتحصل باذن الله تعالى. انا هبدا بقى اخش في الحته بتاعت المياه والصرف الصحي انا سايب الريف، لا انا في الريف برضو متصل بيه. طيب مين اللي هيعرف كل ده؟ احنا من خلال الاعلام، اداره الاعلام عندنا في الشركه القابضه حاولنا ان احنا نعمل معلومات بسيطه ونوديها للتلفزيون من خلال لقاءات صحفيه عملناها او لقاءات تلفزيونيه عملناها، من خلال بعض المذيعات المتميزات زي زميلتنا دينا كانت معرفش انا مع هي كانت بتقول مشاكل بالصبحيه الساعه 7 اصحى كده وانا ماشي الاقي كده على طول الصبحيه 100,000 واحد يكلموا عشان هي معرفش في بينها وبين الناس دي ايه، بقوا يحبوها وفاكرين هي اللي بتحل كل المشاكل، فابتدت ايه تقول مشاكل. طب احنا عايزين نرد، ابتدينا نتكلم، ابتدى يبقى في صدى، ابتدى يبقى حسينا ان الله ده الاعلام حاجه كبيره قوي. الاعلام اتاري ان الاعلام مش بس ان هو بيعرض السلبيات، لا ده خد مننا برضو واحنا ربينا، فبقى في ايجابيات ان المواطن حس ان في حد بيسمعه وحد بيجاوب وحد بيساعده في حل مشكلته. تمام؟ فابتدينا نركز. عشان كده حضرتكم احنا لجأنا لكم في القعده ديت ان احنا عايزين نتعلم منكم وندي وناخد، يعني زي ما بيقولوا ايه مش اتجاه واحد، لا احنا عايزين ناخد وندي مع حضراتكم. بالتالي يبقى عنده السلطه وعنده القدره انه يتابع هل ما تم الاتفاق عليه وهل ما تم التوافق عليه وتم تنفيذه قابل للاستدامه قابل للاستمرار وبيطبق فعلا ولا لا. تبقوا يبقى الاعلام هو الذاكره المؤسسيه، هو بقى المايكرو فيلم اللي يجي واحد زي مثلا الاتحاد الاوروبي او غيره يرجع له عشان يشوف ايه الاولويات اللي موجوده ويحطه كعامل احد عوامل اتخاذ القرار. وبالتالي الموضوع مش جهه واحده، واتمنى انه يبقى في نقاش نعرف منكم ايه الاولويات، ايه الحاجات اللي الناس مهتميه بيها، ايه المشاكل،
ويبقى بينا نقاش من الخبراء وشركات القبضة والمسؤولين حتى خبراء دوليين يتكلموا ايه اللي بيحصل، ايه اللي بيحصل في دول تانية، ايه اللي بيتعامل، ايه اللي اتعامل هنا، ليه ما تحققش، لو ما تحققش ايه اللي اتحقق، مسلط عليه الضوء، نبني عليه ازاي، ونسمع منه. بس ده اللي انا حابب اقوله.